إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف إزاي نمشي أو نعمل إكسل شيت بتصمم الفلور بيمز أو بالأخص يعني السكنر بيمز باستخدام هوت رولد سيكشن عن طريق إننا نستخدم الإيجيبشن كود براكتس ASD. أول حاجة أنا بحب الشيت الإكسل بتاعتي يبقى ليها بوردرز بالشكل ده عشان لما أجي أطبعها تبقى على شكل ريبورت أو كأنها معمولة وورد يعني. بحب أعمل لها هيدر أوصف الشيت دي بتصمم إيه، فأنا هصمم هوت رولد بيم. بدي بقى للبيم أي دي سكندري بيم، لو في سكشن معين بصممه بديله الرقم بتاعه، بقول له الديزاين كود اللي أنا بستخدمه، مين اللي عمل ديزاين، مين اللي عمل تشيك، واسم البروجكت بتاعي. ممكن أي حد بقى يحط أي لوجو أو أي صورة هو عايزها. بنبدأ إزاي؟ أنا برضو بفضل في حالة زي كده عشان اسهل على اللي داخل الاكسل شيت انه يبقى قاري كل حاجه، بحب احط البلان بتاع الميزانين عندي، واحط عليه الدايمنشنز بتاعته، سواء الاس اللي هي المسافه بين المين سيستمز او الاي اللي هي المسافات ما بين السكندري بيمز، بدخلهم كده كانبوتس. وبعد كده برسم السكندري بيم بتاعتي بما اني بصمم سكندري بيم، واحط عليها الدايمنشن بتاعها اللي هو اللينث، احطه هنا مثلا ممكن يبقى ايه 5 متر، هو اللي بيساوي الاس، فانا هدخل هنا الاس واقول ده ايكوال الاس. ممكن السيل دي معمولة ليست، فانا تمام يبقى ايكوال الاس. تمام، طبعا السكندري بيم دي بعد ما نحسب اللودز هيطلع رياكشن، فبحط الرياكشن بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف احنا محتاجين نعمل ايه. اول حاجه محتاجين ننظم الاكسل شيت بتاعنا. اول حاجه نحط الداتا بتاعه البيم عشان نعرف نحسب اللودز، بعد كده الماتيريال، سترينج اكشنز، السكشن بروبرتيز اللي احنا هنعمل عليه تشيكس، وبعد كده على حسب بقى الديزاين بتاعنا نكمل التشيكس بتاعتنا. تمام، تعالوا نبدا بالبيم داتا. البيم سبان احنا هنا مدخلين السبان، او هنا برضو عندنا السبان، فممكن ناخدها فانكشن في الاس بس نضربها في 100 عشان عاوزينها بالسنتي. جاما كونكريت كانت ب2500 كيلو جرام بير متر كيوب، يبقى 2.5 طن بير متر كيوب. تي اس برضو لو واخدينها 10 سنتي تبقى 0.1 متر. الفلور كفر كانت 150 او 200 كيلو جرام بير متر سكوير، فقسمها على 1000 يبقى 0.15. فلور تايب على حسب بقى الكود او الفلور تايب ده، يعني بنحدد منه نوع او الاريا لود، اريا لايف لود على حسب الكود المصري للاحمال، فاحنا محتاجين ندخل له كذا اوبشن، فنعمل ليست بالشكل ده. طبعا من داتا فاليديشن هقول له انا عندي مثلا اوفيس وستورج، اختار بقى اللي انا عايزه. في الحاله دي بقى في الاريا لايف لود هقول له اف، دي كانت اوفيس. طبعا لازم احطها بين كوتيشن مارك، اقول له خدها، كان بياخدها ب250 يعني 0.25 طن بير متر سكوير. غير كده لو كانت ستورج يبقى ياخدها ب1000 يعني 1. تمام، البيم سبيسنج اللي هي السبيس ما بين البيمز اللي هي الايه السنتي برضو يبقى في 100. الاون ويت بنفرضه من 50 ل 100 كيلو جرام بير متر، عايزين نحوله طن نقسمه على 1000، يبقى سكند بيمز بنفرضها بأقل حاجة. والمين جيردرز كنا بنفرضها ب100 او 75 كيلو جرام بير متر. الدبليو ديد لود بقى تعالوا نفتكر كانت بتساوي كام. بتساوي الاون ويت بتاع البيم ده عباره عن لاين لود بلس الاريا لود بتاع السلاب بلس الاريا لود بتاع الفلور كفر، بنضربه في السبيسنج عشان يحوله لايه، يحوله للاين لود، نعرف نجمعه على الاون ويت. يبقى احنا ده هيساوي ده بلس، نفتح بقى البراكت، الجاما كونكريت في تي اس بلس فلور كفر، الكلام ده مضروب في ايه، في الاي المسافات ما بين السكندري بيمز. الدبليو لايف لود بيساوي اريا لايف لود في الاي.
دبليو توتال، بما اننا بنصمم باستخدام الايجيبشن اس دي يبقى هنجمع الديد لود واللايف لود على طول من غير ما نضربهم في اي فاكتورز. ويبقى الرياكشن بقى عبارة عن دي سمبلي سبورتد بيم وعليها دبليو توتال او ديستريبيوتد لود، يبقى الرياكشن هيساوي دبليو في ال على 2، وهو هو بيساوي الرقم ده. ماشي، تاني حاجة الماتيريال داتا محتاج ادخل له الجريد وعلى اساسها بدخل بيحسب هو الاف يلد والاف التمت، فاحنا ممكن نعمل له لستة بالشكل ده فيها التلاتة جريدز بتوع الحديد ستيل 37 44 52، وطبعا عارفين بنعمل ليست ازاي. هنا بقى نقول له اف، خلي ده الاول بأي رقم، equals اف لو ده كان ستيل 37 كانت الاف فيلد بتاعته 2.4، ولو كان ده ستيل 44 الاف بتاعته 2.8، غير كده تبقى 3.7. بالنسبة للاف ألتمت نقول له اف برضه كان ده ستيل 37 تبقى 3.6، لو كان ستيل 40 تبقى 4.4، غير كده 5.2. ال E بناخدها ب 2100 طن بر سنتيمتر سكوير. بالنسبة للمومنت والشير طبعا مش محتاجين نورمال في حالة البيمز. المومنت بيتحسب ازاي؟ دبليو ال سكوير اوفر 8، يبقى هنقول له دبليو في ال سكوير على 8، بس نضربه في 100 عشان نحوله لطن سنتي. يساوي دبليو في ال ال سكوير اوفر 8، الكلام ده في 100. ال Q هي هي ال R reaction بتاع B. نخش بقى على section properties. طبعا احنا هنا في الاكسل مش محتاجين نعمل الخطوة بتاعت section estimation، لاننا بكل بساطة نقدر نختار section ونعمل عليه checks، ولو طلع unsafe بنغيره على طول. فاحنا محتاجين الاول، بما اننا بنصمم hot rolled يبقى ليها tables، فاحنا محتاجين الاول نبقى عندنا التيبلز في اي شيت تاني. التيبلز دي ان شاء الله هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تقدروا تحملوها وتحطوها في فايل الاكسل بتاعكم. محتاجين الاول نقول له اسم السكشن، فاحنا عندنا السكشن بتاعتنا يا اما اي بي اي يا اما اتش اي بي يا اما اتش اي، هي دي السكشن اللي هنستخدمها السنه دي في الكورس بتاعنا بالنسبه للهوت رول سكشنز. محتاج ادخله بقى هنا ليست، تعال نرجعها تاني انو اني فاليو، فاقول له سيكشن، ومحتاج ادخل هنا ليست فيها كل اسامي السكاشن دي. هعمل ايه؟ من داتا فاليديشن اقول له ليست، من هنا بقى اقول له هات لي كل الاسامي دي. بص هو حط لي ليست فيها كل حاجه. احنا غالبا في السكند بيمز بنستخدم اي بي اي. تعالوا نبدا باي بي اي 300. الدايمنشنز بقى والبروبرتيز محتاج على اساس اسم السكشن ده اروح الجدول ده اخد الدايمنشنز اللي انا محتاجها والبروبرتيز اللي انا محتاجها. فهنعمل ايه؟ محتاجين نعمل في لوك اب، ندور على ده، بعد كده نختار كل التيبل ده. قبل ما نروح احنا محتاجين نجيب ال H اللي هي total height دي في تالت كولوم، محتاج اقول له تالت كولوم false، بس محتاج اعمل fixation للتيبل بتاعي. فجابها 300، بس دي 300 ملي وانا عايزها بالسنتي، فمحتاج اقسم اللي دي لقب في الاخر على 10. ممكن بقى البي فلانج اخد دي كنترول سي كنترول في،
انقل دي هنا بحيث يدور على اسم الكروس سيكشن. البي فلانج كانت بعد الاتش على طول، تبقى كولوم نمبر 4. اتش اهي 3 يبقى بي 4، والتي وات 5، والتي فلانج 6. والـ R كانت بعد الـ T flange على طول تبقى 7. Ctrl C Ctrl V، ننقل دي هنا، ناخد دي نخليها 7. الـ D web لو نفتكر مع بعض كانت بتساوي الـ H total minus 2 T flange minus 2 R، تساوي H total minus 2 V في فلانج ماينس 2. بالنسبة بقى للـ SX والـ IX، هما already موجودين في سنتيمتر كيوب وسنتيمتر باور 4، فمش محتاج أحولهم لأي حاجة ومش محتاج أقسم على أي حاجة. فأنا ممكن أخد الـ VLOOKUP بتاعت أي حاجة، كنترول C كنترول V. أول حاجة نشيل العشرة اللي في الآخر دي، نخلي ده على الـ IP 300، وأروح أشوف هي في أنهي كولم. عندنا ده كان 10 اس اكس في 10 كولوم، يبقى هقول له 10. والاي اكس قبلها على طول في 9 كولوم، بقية البروبرتيز انا مش محتاجها قوي في الديزاين بتاع البيمز، بس هي موجودة عشان هنحتاجها بعد كده في الديزاين بتاع الكولومز او الديزاين بتاع الكرين جريد. تمام، بعد كده بقى خلصنا البروبرتيز اللي احنا محتاجينها. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تشيك على الكومباكتنس بتاع السكشن او نعمل كلاسيفيكيشن للسكشن. فاحنا كان عندنا بنعمل تشيك بالشكل ده، عندنا بنعمل الفلانج لوحدها والويب لوحده. الفلانج بنقارن السي فلانج على التي فلانج بالليمت دي، لو اقل منها بنقول انها كومباكت، لو اكبر منها بنقول انها نون كومباكت. فاحنا الكلام ده بقى عايزين نعمله بره، الكلام اللي هو ده الحسابات دي نعملها بره، وهنا يدوبك بس نحسب السي فلانج على التي فلانج ونقول انها كومباكت ولا نون كومباكت، الدي ويب على التي ويب ونقول ان الويب كومباكت ولا نون كومباكت. فانا هنا في الفلانج هقول له الكومباكت ليميت في الفلانج 16.9 على سكوير روت اف فيلد اللي هي كانت في سيل بي 24. الاف فيلد في السيل دي بي 24، والنون كومباكت ليميت بتاعت الفلانج كانت بتساوي 23 على سكوير روت اف فيلد. طب بالنسبة للويب الكومباكت ليميت بتاعته 127 سكوير روت اف فيلد، والنون كومباكت ليميت بتاعته 190 سكوير روت اف فيلد. تمام، نبدأ بقى هنا نقارن. تعالوا نبدأ بالفلانج الأول، السي فلانج على تي فلانج. سي فلانج كانت بتساوي بي فلانج ماينس تي ويب ماينس تو الار، فأنا هقول له تساوي بي فلانج ماينس تي ويب ماينس 2 في الار، نقفل القوس على الكلام ده مقسوم على 2 ومقسوم بقى في الاخر على التي فلانج. يعني انا حسبت السي لوحدها الاول وبعد كده قسمتها على التي فلانج. ماشي، امتى بقى الفلانج تبقى كومباكت؟ لو الرقم ده اقل من الرقم ده، وامتى تبقى نون كومباكت؟ لو الرقم ده اقل من الرقم ده. فانا محتاج اقول له هنا اف كونديشن فلانج از ايكوالز اف الرقم ده اقل من او يساوي الكومباكت ليميت تبقى كومباكت، اف ده اقل من او يساوي الرقم ده
تبقى non compact، غير كده تبقى send. ايش ده بالنسبة للفلانج؟ بالنسبة للويب بنقارن الدي ويب على التي ويب بالليمتس دي، هنقول له الدي ويب اللي احنا حاسبينها على التي ويب، احنا كده حسبنا الليمت دي، ونقول له اف برضو. لو الدي ويب على التي ويب اقل من او يساوي 127 اللي هي الكومباكت ليمت، يبقى اقول لي انه كومباكت. طب لو دي ويب على تي ويب اقل من او يساوي النون كومباكت ليميت بتاعته، يبقى اقول لي انه نون كومباكت، غير كده يبقى سيلندر. في الاخر بقى انا حددت الفلانج لوحدها والويب لوحده، لازم الاتنين يطلعوا كومباكت عشان اقول ان الكروس سيكشن كله كومباكت. فانا هاجي هنا اقول له سيكشن از، اعمل اف كونديشن بقى اند، لازم شرطين يتحققوا، اف اند ده يساوي كومباكت، ده بيساوي كومباكت، يبقى اقول لي نقفل طبعا القوس بتاع اند الاول، يبقى اقول لي ان الكروس سيكشن كله كومباكت، غير كده يبقى ايه نون كومباكت. طبعا ممكن ندخل كيسز تانية للسلندر، بس احنا هنكتفي بكومباكت نون كومباكت عشان احنا مش هناخد ديزاين بتاع السلندر سيكشنز. ماشي، خلصنا السكشن كلاسيفيكيشن، بنروح نشوف البندنج ستريس. بس قبل البندنج ستريس كان بيبقى المفروض معتمد على اذا كان هيحصل لاترال تورشنال باكلينج ولا لا. فتعالوا بقى نشوف ازاي بنحسب اللاترال تورشنال باكلينج. الاول بنجيب قيمتين هي ال L U actual وال L U maximum. ال L U actual كانت بتتحدد اذا كان الكاميرا سيمبل ولا continuous وكونكتد للسلاب ولا نوت كونكتد. تعالوا الاول نعتبر ان الكاميرا بتاعتنا سامبل ونصمم على هذا الاساس، فاحنا محتاجين ندخل له اذا كانت في انتر اكشن مع السلاب ولا لا. فانا هاجي هنا ادي له تو اوبشنز، اول اوبشن انها كونكتد، تاني اوبشن انها نوت كونكتد. وعلى اساس الكلام ده مثلا هي connected، هقول له ال LU actual بتعتمد على الكلام ده، يبقى f دي تساوي connected LU actual بتساوي 0. غير كده لو كانت not connected يبقى ال LU actual بتساوي السبان بتاعت البيم بالسنتي اللي هي 500 سنتي، لو عملناها not connected هتبقى 500. ماشي، ال LU maximum بقى الكود مديهالنا المينيمم من القيمتين دول، بس احنا محتاجين نحدد السي بي، قيمة السي بي. فالكود مديهالنا للسكندري بيمز 1.13، نقدر نحسب بقى ال اليو ماكسيمم تساوي المينيمم من القيمتين دول، 20 بي فلانج، 20 في بي فلانج على سكوير روت اف فيلد اللي هي سيل بي 24. تاني قيمة اللي هي 1380 في الاريا فلانج اللي هي بي فلانج في تي فلانج مضروبة في السي بي. الكلام ده مقسوم على، نفتح القوس، دي ويب في الاف فيلد بي 24. بعد كده بقى بنروح نشوف هيحصل lateral torsional buckling ولا لا. لو ال LU actual اقل من ال LU maximum مش هيحصل lateral torsional buckling، انما لو حصل العكس يبقى هيحصل lateral torsional buckling. الكلام ده بيأثر على ال F allowable بتاع البندنج. يبقى انا هقول له هنا F ده اقل من او يساوي ده، يبقى قول لي
no lateral torsional angle. غير كده يبقى هيحصل lateral torsional buckling. لو عملناها connected مش هيحصل lateral torsional buckling. ماشي، الكلام ده بيأثر في ايه بقى؟ في حساب ال F allowable. في حالة ان مفيش lateral torsional buckling، كانت ال F allowable بتعتمد على السكشن كومباكت ولا نون كومباكت. لو كومباكت 0.64، لو نون كومباكت 0.58 اف فيلد. انما لو حصل lateral torsional buckling كانت ال F allowable بتساوي اف ال تي بي، وال اف ال تي بي محتاجين نروح نحسب ليها اتنين كومبوننتس. هنا الكلام ده بقى هعمله ايه؟ هعمله بره الاول عشان احسب ال F ال تي بي، عشان هي مش على طول بتتحقق، فانا مش هانكلود الكلام ده في الشيت بتاعتي، لا انا هعمله بره وهو بقى يسمى معانا. هنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ محتاجين نحسب ال F1 اللي هي بتساوي ال equation دي. تعالوا نشوف نحسبها ازاي. هتساوي 800 في ال area flange اللي هي ال B flange في ال T flange، الكلام ده مضروب في ال CB، على نفتح قوس ال U actual في ال D web. طبعا هو مطلعها كده عشان ال L U actual بزيرو، وأي حاجة على زيرو بالفينيتي، فاحنا ممكن نخليها نوت كونكتد بحيث يظهر لنا أرقام. بس في شرط هنا إن ال F lateral torsional buckling 1 لازم تبقى أقل من 0.58 F. فأنا هاجي هنا أقول له والله خد لي المينيمم من اللي أنا حاسبه ومن اللي أنا هحسبه من 0.58 F، بحيث لو الرقم ده طلع أكبر من الليمت دي يبقى ياخد دي على طول، هياخد المينيمم فيه. طب الرقم ده طالع 1.16 و 0.58 فيلد بتساوي 1.4، فهو طالع أقل منها فخد الرقم ده عادي جدا. ماشي، ده بالنسبة ل F1. بالنسبة بقى ل F2 كنا المفروض بنجيب ريشيو اللي هي ال LU actual على ال RT ونقارنها بشوية ليميتس عشان نعرف هنستخدم أنهي equation. فاحنا لازم الأول نحسب RT. ال RT كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الكلام ده، بتساوي سكوير روت ال T flange في B flange كيوب over 12. الكلام ده مقسوم على نفتح قوس B flange في T flange بلس اتش في تي ويب اوفر 6 طالعة بالسنتي. تمام، بنجيب بقى ال LU actual على ال RT اللي هي دي، يبقى LU actual على ال RT وبنقارنها بتو ليميتس، الليميت دي والليميت دي. الليميت دي اللي هي 84 في سكوير روت سي بي على اف فيلد. ثانية لازم اعملها هنا مش هنا. ودي بتساوي 188 في سكوير روت سي بي على F field. فأنا هلاحظ إن الرقم ده ما بين الرقمين دول، فأنا المفروض آخد تاني equation. بس أنا برضو عايز أعمل حالة general بحيث لو أي حاجة اتغيرت يحسب من التلاتة equations دول. فأروح هنا في ال FLTB2 أقول له F، لو الرقم ده أقل من 84 يبقى يحسب بأول equation اللي هي 0.58 في ال F field. تاني كونديشن عندي، لو الرقم ده أكبر من 188 يبقى هاخد آخر آخر إيكويشن اللي هي 12000
في السي بي الكلام ده مقسوم على ال يو اكتر على الار تي، انا كده كده حاسبها سكوير. لو ما حصلش كده يبقى هروح للإكويشن اللي في النص دي، تعال نشوف بنعملها ازاي. هتبقى ممكن نفتح قوس كده 4.64 ماينس، نفتح قوس ال LU actual على ال RT square في ال F field الكلام ده مقسوم على 1.176 في 10 power 5 في CB. نقفل القوس، نقفل القوس بتاع ال bracket ده، ونقفل بتاع ده كله، ونضربه في ايه، في ال F field. نقفل القوس ده. طبعا هنا انا كان المفروض اعمل اف تانية، مش هنا، هو المفروض هنا. بالتالي لازم اقفل القوس في الاخر. اشتغلت بالرقم ده، يبقى هروح اجيب الاف lateral torsional buckling بتساوي square root f1 square plus f2 square. ده سكوير بلس ده سكوير، بس انا برضو لازم ال FLTB2 تطلع اقل من ال 0.58 F field، فانا هروح اقول له قبلها خد المينيمم من القيمة اللي انا حاسبها و ال 0.58 في ال F field. هنلاقيه خدها بال 0.58 F field لانها كانت طالعة اكبر منها. ماشي، بنروح بقى نحدد ال F allowable على الأساس ده. وال F allowable عندنا هتساوي ايه؟ تساوي تلات حاجات. لو كان مفيش، لو مفيش lateral torsional buckling هنحددها من ال two equations دول، لو في هنحددها من ال F lateral torsional buckling اللي احنا حسبناه. يبقى هنروح نقول له F، ولازم شرطين يتحققوا في حالة ان مفيش lateral torsional buckling. بنعمل AND، ده بيساوي نو ال تي بي، وده بيساوي كومباكت. نقفل القوس بتاع اند، يبقى هناخد 0.64 في ال اف يلد. بعد كده نروح نقول له اف اند، ده بيساوي نو بيساوي نون كومباكت. نقفل القوس بتاع اند، يبقى هناخد 0.58 في ال F field. غير كده يبقى هناخد ال F lateral torsional buckling. هنلاقيه خدها بال F lateral torsional buckling عشان بيحصل lateral torsional. بعد كده نحسب ال F actual اللي هي بتساوي ال M على ال S X. نقارنهم ببعض، نقول بقى F actual أقل من أو يساوي الأول، يبقى الإفكت بتاعنا سيف. غير كده يبقى unsafe. وبعد كده بنقسم الاتنين على بعض عشان نحدد اذا كان ايكونوميك ولا نون ايكونوميك. ده على ده، نقول له اف. لو كانت دي unsafe اصلا يبقى مش عايزك تتشك الكلام ده، فضي لي السيل دي. لو كانت بقى اف الراتيو اللي جنبها دي اكبر من او يساوي 0.85 يبقى قول لي ايكونوميك. غير كده ان ايكونوميك.
هو طالع طبعا سيف وان ايكونوميك، فاحنا ممكن نقلله شوية ويبقى 270 لسه ان ايكونوميك. طب 240 بقى ان سيف. احنا مينفعش نستخدم غير اي بي اي 270 في حالة انه نوت كونكتد. طب لو كان كونكتد سيف بس ان ايكونوميك، فممكن نقلله تاني ستيل ان ايكونوميك، يعني ممكن يبقى ايكونوميك في الحالة دي. تمام. ايه تاني بالنسبة بقى كده؟ خلصنا التشيكس اللي هي الصعبة بتاعتنا. نخش بقى على التشيك الشير. احنا عرفنا ان الشير بيقاومه الويب، بس فاحنا محتاجين نحسب الاريا ويب اللي هي الدي ويب. الدي ويب والكيو اكشوال هتساوي الشير فورس على اريا ويب. والكيو الاول مدهلنا الكورب 0.35 في اف فيلد. هقول له برضو لو actual أقل من unsafe allowable يبقى safe، غير كده unsafe. بالنسبة لل deflection، احنا عندنا simply supported beam وعليها distributed load، فاحنا ممكن نستخدم في equation ممكن نستخدمها تقريبا مجبتهاش، فممكن افتكرها كان بيقول لك 5W live load ال باور 4، الكلام ده مقسوم على 384 اي اي اكس. تمام. احنا تعالوا نشوف بقى الايكويشن دي تساوي 5 في دبليو لايف لود. بس في مشكلة هنا، دبليو لايف لود بالطن بير متر، واحنا عندنا الايكويشن دي هتطلع لنا بالايه؟ بالسنتي. فاحنا المتر اللي تحت دي لازم نحولها لسنتي، هنقسم تحت على 10، أو هنضرب يعني تحت في 10، فهنقسم على 100 قصدي، آسف، في ال L لينس بالسنتي باور 4. الكلام ده مقسوم على 384 في ال E في I X، طلعت نص سنتي. الليمت بقى اللي مدهالنا الكود اللي هي الدلتا ماكسيمم بتساوي السبان على 300، هنقول انها بتساوي السبان 500 على 300. طبعا طلع ده اقل من ده، يبقى هقول له equals f ده actual اقل من allowable، يبقى اقول لي انه سيف، غير كده unsafe. طيب احنا كده المفروض خلصنا الديزاين بتاعنا كله. بس احنا اعتبرنا ان البيم عبارة عن simply supported beam، وخدنا في اعتبارنا حالة انها connected و not connected. بس احنا المفروض عندنا اربع حالات مش حالتين بس. تعالوا كده نشوف، كنا ال L و actual بتعتمد على اذا كانت connected ولا not connected، واذا كانت simple ولا continuous. فانا محتاج ادخله هنا list او options انها ممكن تبقى simple او continuous. ممكن اقول له list simple continuous. اوكي، انا عندي هما دول الاثنين اوبشنز اللي عندي. وعلى اساس ده بيتحدد قيمة المومنت والشير، وبيتحدد برضو ال L actual. فانا هنا تعالوا نتعامل مع المومنت. لو كانت continuous كان المومنت بيبقى 0.9 ال M اللي هنا، فانا هاجي هنا بدل ما احسب المومنت من equation واحدة، لا هقول له F. لو كانت دي تساوي simple يبقى احسبه لي عادي من الايكويشن دي. طب لو كانت continuous بيبقى 0.9 في الرقم ده برضه، فانا هاخد الرقم ده كنترول سي اضربه في 0.9 كنترول في، بحيث لو بقت continuous الرقم ده هيقل شويه. وبرضو كيو في حالة السيمبل بناخدها هي الرياكشن اللي هنا، لما في حالة الكونتينيوس كانت بتساوي 0.6 في ال A في ال W total في ال L. هنقول له برضو F، لو دي تساوي سيمبل يبقى خدها عادي بالرياكشن، غير كده تبقى 0.6 في W total في ال L.
لو قلناها continuous ال Q برضو هتتغير. ده برضو هيأثر في ايه تاني؟ هو أثر هنا في ال straining actions، بس برضو هيأثر في الايه، في حتة ال LU actual. احنا هنا ال LU actual اعتبرنا حالتين بس، انها simple connected و simple not connected. لا، انا لازم ازود الحالات بتاعتي، هقول له F. عايزين بقى المرة دي شرطين هما اللي يتحققوا، يبقى هقول له AND. if AND دي connected ودي simple، يبقى نقفل القوس بتاع AND، خدها بإيه؟ بزيرو. connected و simple ال LU actual بزيرو. طب نخش في F تانية، لو كانت 32 أو مش داريها ليه دي؟ اه ال connected تمام. F دي تساوي not connected. طبعا and برضو محتاجين نعمل and، ودي simple برضو. نقفل القوس بتاع and، يبقى خدها بكام؟ simple not connected، يبقى هناخدها بالسبان بتاعت البيم بالسنتي. تالت حالة معانا if and connected و continuous، يبقى دي connected ودي continuous and connected و continuous، يبقى 0.2L. غير كده اللي هي connected أو لا not connected و continuous كان بيساوي 0.8L. احنا لو خليناها connected continuous و connected ياخدها 0.2L، لو خليناها continuous و not connected ياخدها 0.4 أو 0.8L. تمام. ماشي. في حاجة بقى زيادة ممكن نعملها بحيث اننا نجيب الويت بتاع السكند بيمز، عبارة عن اننا بنجيب الويت بير يونت متر للبيم الواحدة اللي احنا لسه عملناها ديزاين، وبعد كده نجيب التوتال ويت باننا نضربها في اللينز، وبعد كده نشوف عدد البيمز في المبنى بتاعنا، عدد السكند بيمز في المبنى بتاعنا، وبالتالي نجيب التوتال ويت باننا نضرب الويت بتاع البيم الواحدة في عدد البيمز. فاحنا بنجيب الرقم ده منين؟ هنلاقيه في الجدول هنا في اخر كولوم، كيلو جرام بير متر، هو ده وزن المتر الطولي للايه، لكل كروس سيكشن. احنا ممكن ناخد الفي لوك اب من اي حته فوق، بس محتاج طبعا مش محتاج اقسمه على 10، محتاج السيل دي تبقى كام؟ ب 37. طبعا محتاج اغير رقم الكولوم، فتعالوا نعد. ستاشر. أنا محتاج أخلي ده كام؟ 16. تعال نتأكد، أنا مختار IPE 240، الجي بتاعته 30 زي ما احنا جايبين. الويت بقى ده وزن المتر الواحد، بس أنا عندي الكمرة 5 متر، فهضرب ده كام؟ 5 متر اللي هو الطول بتاعها، وبرضه ده بالكيلو جرام وعايز أجيبه بالطن، فأقسم الكلام ده على 1000. عدد السكندري بيمز بقى بنروح الموديل نعد السكندري بيمز بتاعتنا. طبعا لو عندنا شوية سكندري بيمز في الاريا بتاعت الاوفيس هتبقى غير السكندري بيمز اللي في الاريا بتاعت الاستورج، لان دي ليها ديزاين وليها ديزاين والتانية ليها ديزاين مختلف، وبالتالي دي ليها وزن ودي ليها وزن، فلازم نقسم البيمز بتاعتنا. فانا هعتبر ان كل الاريا بتاعتي اوفيس، فهحد دول 1 2 3 4 5 6 7، فهفترض ان عندي 7 سبيسنجز، 7 في 7 بكام؟ 49 بي. فانا هكتب له هنا انها 49، يبقى التوتال ويت بيساوي ده.
يبقى هو ده التوتال ويت بتاع كل السكند بيمز في الموديل بتاعي اللي هو 7.5 طن. هتلاحظوا يا جماعة في شوية سيلز أنا عاملها بالأحمر وسيلز وبقية السيلز عاملها بالأسود، فأنا بفضل بحيث برضو اللي داخل الإكسل شيت يبقى عارف إن أي سيل لونها أحمر أنا أقدر أعدل فيها، أقدر أعدل الرقم ده، أعدل الرقم ده، أعدل نوع الفلور، أعدل الأون ويت بتاع البيم، أقدر أعدل الجريد، أقدر أعدل إذا كانت كونتينيوس ولا سيمبل، أعدل اسم الكروس سيكشن، أعدل أي حاجة معمول عليها بالأحمر، أعدل عدد البيمز. إنما أي حاجة تانية بالأسود لا، هو الإكسل بيحسبها أوتوماتيك، أنا مقدرش أعدل فيها. إن شاء الله هينزل إكسل شيت تاني أو هينزل فيديو تاني بيشرح إزاي نحول بقى الإكسل شيت ده إنه يعمل ديزاين بدل هوت رولد يعمل بيلت أب سيكشن. شكرا.